حابة أسمع أخير على سلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل، وشكرا لكم على هذه الدعوة. شكرا لك معز بن عمر. عندكم مشروع صناع الرأي اللي كل كيف كل نهار أربعة يتعدى في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وعندكم كل جمعة موضوع الجمعة الأسبوع هذا معز. موضوع الأسبوع هذا باش يكون زعما الهجرة هي الحل لمستقبل أفضل. معناها برشا شباب من تونس قاعد يهاجر بطرق نظامية وغير نظامية، هل هذا هو الحل معناها؟ هذه الأطروحة إن شاء الله باش تسألوا عليها اليوم، باش تناظر عليها شباب صناع الرأي، باش تناظر عليها سجاب الحاج طيب ومحمد بن عطية، نوجه لهم تحية في رقم المساندة نتاعهم أميرة وإريج وعدنان. كيف كيف معناها باش يكون فما حاضرين ضيوف. شكون هما الضيوف؟ الحقيقه مازالوا متكتمين عليهم الضيوف. علاش متكتمين؟ مازالوا ما حدش معروفه معناها شخصيات معروفه خبراء في المجال اللي يكونوا حاضرين مع كل فريق يساندوه يعاونوه بالحجج ياطروا. كيف كيف التأطير هذا صار من مبادرة مناظرة على امتداد 13 يوم في شهر ديسمبر. معناها بعد ما صارت سيليكسيون على كي تفتح المشروع، دونك قبلوا فما اللي يصبوا 180 شاب ولا أكثر، صارت بري سيليكشن، بعديك صار كاستينج اللي هي حلقة حضروا فيها 60 كانت تعدي زادة في التلفزة، اللي تم اختيار منهم صناع الرأي للموسم هذايا 31 شاب وشاب. باهي معز اليوم تقولوا أنتم اخترتوا مجموعة من الشباب وسميتوهم صناع الرأي، شو معناها؟ معناها هذوما مؤثرين جدد قاعدين هذا شباب تونس هما صناع الرأي بالرسمي. معناها دي بروفيل مختلفين على الآخر، فما السياسي الثقافي الفني جماعة الدرواج، معناها بالرسمي 31 شاب وشابة من خيرة ما فما عباد. أنا بالرسمي اليوم فخور إني كنت وإني نكون جزء منهم. حاجة معناها فرحان إنه شفت عباد بالبوتنسيال. شفت كل من الشباب أكبر مني وأصغر مني، زاد معناها في بالي أنا مازلت صغير، ليه فما أصغر مني وناشطين وحركين. وشكر كبير برشا لمبادرة مناظرة على باهي. لو فرضنا مواطن عادي يوم يقول لك هاني انا ما استدعونيش، هاني انا عندي بوتنسيال، هاني انا يمكن ان يكون صانع راي ومؤثر اليوم، هاكم ما استدعيتونيش، شنو هما الكريتير اللي اخترتوا بهم المجموعه من الشباب؟ هي مبادره مناظره تعطي الفرصه للشباب. يعني حتى الشباب ما بين قداش وقداش؟ شباب ما بين 18 حتى 32، لا فما اكثر، فما حتى 36 سمح. حتى 36 مطرش الكريتير الاختيار، طريقه الاختيار مسؤوليه كبيره راهي اليوم معز اليوم في عمليه انكم تختاروا مجموعه من الشباب باش يكونوا غدوه صناع راي ومؤثرين، هذه مسؤوليه كبيره ماهيش مسؤوليه سنة. كبيره ولجنه التحكيم كانت من خيره ما فما في تونس، هذاك علاش معناها السيليكسيون تاع الشباب قلت لك حاجه من احسن ما فما. السيليكسيون صارت على دين صحفيين كبار، محمد اليوسفي، مدام شاديه خضير، كيف كيف سي باسم سويسي مدير المشروع. ما بقول خضير ولا شادية خضير؟ شادية. شادية خضير. شادية خضير الصحفية شادية خضير. هجرت لي للدكتوراه، دكتورة في الصحافة. كيف كيف فريق مناظرة معناها من اللي فورماتور الآخرين الكل. المنسقين نتاع مناظرة معناها نهار كامل كاستينج، أنت تحت المجهر. يشوف في التصرفات نتاعك، يشوف في النقاش نتاعك، يشوفوا كيفاش تتحرك. فقط اللجنه كانت متكونه من صحفيين، ما كانش مختصين مثلا في علم الاجتماع، معناها مختصين في علم النفس، الامور هذه الكل. في المختصين في علم الاجتماع كانوا دي فورماتور. مكونين جاونا في 13 يوم، معناها كانوا 13 يوم معسكر تدريبي. ماناش في فورماسيون من 8 نص نهار ونمشي. لا هو معسكر تدريبي صباح عشيه حتى في الليل نتلموا معنا بينات بعضنا، نتعرف على بعضنا الشباب، نزيدوا في بعضنا حلقات نقاش بيناتنا احنا. قلت لك معنا برسمي معنا فما شباب انا نشوف فيه ماشي نحو انه يكون صانع راي وصاحب راي في 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 تونس في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي الفني الثقافي كل شيء. الا الحق نتاع راهم ديما صناع الراي نخاف منهم، نخاف منهم تعرف علاش؟ ايه مش نخاف منهم، اما كيف نجي اليوم نلقى ناس معناتها باش يوليو هما مؤثرين، نعرف عمليه التاثير هذه بالطبيعه باش يمتلكوا الادوات والقدرات، وقع تكوينهم من اجل امتلاك الادوات والقدرات في طريقه التاثير، انا كل ما هو تاثير نخاف منه. صراحه عامله برشا ما تقريت برشا في برشا اشياء وتعلمت برشا حاجات، دونك التاثير ساعات يكون مصحوب باجنده
لأ بدرت مناظرة هي مناظمة غير ربحية ما وراها حتى حد، تخدم على الشباب، تخدم على حرية التعبير، موجودة في تونس من 2012. هذا مش مشروع حلول ولا مش مشروع حلول اللي نخدم معها، معناها شركائها في المجال الإعلامي لا يحصى ولا يعد في تونس، في العالم العربي، في شمال أفريقيا، في تركيا، في ألمانيا، في فرنسا، معناها حاجة. لا احنا نحكيه على التأثير الإيجابي، نحكيه على أن نوعيه المواطن، نحكيه على أنه مواطن يشوف شاب في عمر ولده، في عمر أخوه الصغير، يحكي في حجج، يتناظر، يعطي في رأيه بطريقة حضارية، بطريقة سلمية، معناها أنيماتور قاعد يعطي في الكلمة منه كلمة منه حجج وتصويت، والمواطن اللي يحب يعطي رأيه زادة في البرنامج، معناها تزادت فقرة اسمها السوشيال ميديا، نجم يكومنت، نجم يعطي رأيه والفكرة متاعه تتطرح، كيف نجم يبعث المشاكل متاعه نطرحوهم كسوة في برنامج صناع الرأي ولا برنامج صحافة الشأن العام اللي تخدم زادة مبادرة مناظرة نخدم معاهم، كيف نخدم في صحافة القرب، نخدم في المشاكل، نخدم معنا احنا من راديو السيد، نخدم على ولاية تونس الكبرى، ولاية نبر، ولاية بنزرت. دونك معنا تشريك حتى الشباب داخل الجهات، تشريك الشباب داخل الجهات، نحكيو على مشاكل القرب، نحكيو على نجيبوا المسؤولين نحكيو معاهم وسافا، معنا قاعدين بالرسمي نحسوا انه فما تحسن، فما ردود فعل ايجابية من مواطنين ومن مسؤولين. خلينا نقول ان شاء الله نشوفوا صناع الرأي هذوما نهار اخر اليوم موجودين في تونس في مواجهه مع الجمهور، والا في مواجهه في مناسبات يمكن ياثروا فيها بطريقه ايجابيه. اهم شيء هو التاثير بمعدات وتقنيات ساعه عصريه واكبر العصر، ويؤثرون ساعه في وعي المواطن. انا التاثير علاش يقول لي تأثير في الوعي راهو حاجة معناها حساسة جدا جدا، يلزمها برشا تقنيات، يلزمها طريقة إقناع، يلزمها أمور معناها نفسية، خاصة على خاطر نفسية اليوم المؤثر حاجة مهمة كبيرة برشا. علاش سألتك على وجود مختصين نفسيين ولا نفسيين؟ على خاطر المؤثر اليوم راهو تعرف معناها مؤثر، معناها كل الميميزم، كل طريقة كلامه، خاطئ القناعات، طريقة كلامه، الوقفة نتاعه، طريقة الخطاب، طريقة صوته، نبرة الصوت راهو هذا مهم ومهم جدا في انه يحمل رسالة للشباب باش يوليو شبهو. احنا ليش نحبوا نعملوا هذه طريقة صنع الرأي والمؤثرين؟ باش الناس تقتدي بهم، باش الناس تتعلم عليهم، يبدأ تلقى تكوين قوي وصحيح واللي مؤثر بطريقة إيجابية اليوم، والناس تتبع مثلا طريقة الكلام نتاعو، تتبع طريقة الخطاب نتاعو، وخاصة تتأثر بأفكاره. احنا هذا اللي نحبوا نفهموا، وهذا الهدف نتاعنا، هذا الهدف نتاع المشروع، انه نعطيه صوره خير على شباب تونس. شباب تونس قاعد بالرسمي موجود، فعال، ماهوش مستقيل من الحياه السياسيه، ماهوش بعيد على الشعب، ماهوش مستقيل من الحياه الاجتماعيه، لا يعطي في رايه، يناظر بالحجج، بالبراهين. التاثير الايجابي هذا هو التاثير الايجابي، انه نعطيه صوره ما خير على شباب تونس. معناها قاعدين نشوفوا في نسب المشاركه نتاع الانتخابات، في اي محفل، في اي حاجه، الناس كل يحكيوا على الشباب، الشباب، لكن الشباب مش موجود. لا، الشباب اليوم موجود في التلفزه، موجود يعطي في رايه، وهذا هو الهدف. شباب تونس موجود، وهذه مبادرة مناظرة على خدمة، معناها المشروع هذا هو الأول من 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 ضمن البلدان اللي تخدم عليهم الكل. هو المشروع أول ما بدأ في تونس، باش ينطلق في لبنان باللهجة اللبنانية، معناها صناع الرأي في لبنان، لكن كي حبوا يعطيوا الفرصة بالرسم عطاوها لشباب تونس. كي حبوا يخدموا مشروع جديد خدموه في تونس. انفستيو في تونس وانفستيو في شباب تونس، دي فورماسيون كيف ما كنت نحكي لك، برامج برنامج تلفزي يتعدى على اكثر من ثلاثه قنوات تلفزيه في نفس الوقت، في بث مشترك على راديوات، زاد كيف في داخل الجهات، في كل شيء. معناها انفستيسمون كبير وصاير على شباب تونس. معناها حتى ضيوف كي يحضروا تلقى عنده ياخو حقه، ياخو كلمته، لكن الكلمه الكبيره والراي الصحيح عند الشاب. حتى الضيف كي يحضر ولا الخبير ولا المختصر ما يتدخلش. كيف مبادره مناظره بكل الفريق نتاعها، نوجه لهم تحيه، لكن ما يتدخلوش. يختاروا الاطروحه، شباب يصوت اسكو هو معاه ولا ضد، يعطي الحجج نتاعو، وبعديك تصير سيليكسيون. في صار سيليكسيون، يمشيو معسكر تدريبي، يتلموا الشباب الفريق هذا والفريق هذا ويخدموا، ما فما حتى تدخل. حريه التعبير، ما حريه الراي، تقول اللي تحب عليه، احنا شباب مسؤولين. هذه هي معناها السيليكسيون، صارت على انه شباب مستقل، شباب عنده راي، ما يصير عليه حتى ضغط وحتى تدخل، لا من الخبير، لا من مبادرة مناظرة. هذا هو اليوم اللي باش نتعلموه مع الشباب هذوما. ساعة أولا الأسبوع هذا، كيف غدوة عندكم أطروحة جديدة معك.
زعما الهجرة هي الحل لمستقبل أفضل. قدوة التسعة تتفرجوا في برنامج ما نجموش تكشفوا على بعض المعطيات معزز الهجرة دي موضوع مهم ومهم جدا اليوم الموضوع ساعة مهم جدا نعم مهم جدا كانت الحلقة الأولى طرحت الاسكو المبادره نتاع الاتحاد تنجم تكون حل الازمه حلقه ثانيه اللي شاركت فيها انا كانت زعما تونس ماشيه نحو الافلاس والحلقه هذه نحكيو على موضوع اجتماعي كبير برشا نتفكروا معنا الفاجعه اللي صارت في جرجيس نتفكروا معنا كل يوم كل يوم وكل عام وكل معنا حاجه ما فماش حتى واحد فينا معنا ما تمسش من الهجره ما هاني قلت لك سواء نظاميه ولا غير نظاميه الهجره موضوع كبير في تونس شباب تونس معناها كنا نحكيو على شباب تونس اللي يصنع في الرأي وقاعد يحاول يأثر بطريقة إيجابية لكن فما شباب تونس فئة كبيرة منه قاعدة تهجر نحكيو على هجرة الأدم غزالة نجم يكون أحد ما يعرفش ينجم يكون ينجم غدوة في البرنامج جيت تطرح من الشباب معناها هجرة الأدم غزالة نشوفه في طب نشوفه في دكاترة قاعدين يخرجوا من تونس ونشوفوا في شباب تونس زاد قاعد يركب في البحر معناها وشخص والمآسي اللي قاعدة زعما هي الحل ولا لا؟ ما انا ما مازلنا ما نعرفوش احنا انا ما نعرفش شخصيا ما طلعتش معزة ما يعرفش مازال ما عنده حتى معلومة هذاك علاش لازم نعمل شوية سسبانس غدوة تعطينا التوقيت بالضبط ووسائل الإعلام اللي باش تعدى فيها غدوة إن شاء الله التسعة غدوة التسعة قبل بربع ساعة تتفرجوا في الجيل الجاي كيف زاد هو مع مبادرة مناظرة تلقوه على صفحة مبادرة مناظرة صفحة قناة الحوار التونسي قبل 4 ساعة والتسعة تلقوه برنامج صناع الرأي مباشر على قناة الحوار التونسي على قناة التاسعة تلفزة تي في تونسنا الإذاعات السيدة اف ام الإذاعات الجمعياتية الكل رجو أمل بالطبيعة زيد رجو أمل رجو أمل لا رجو أمل دارنا تقول كي مداني موجود لنا دونك أكيد على رجو أمل وعلى رجو أمل زيد مستمعين الأوفياء على موجة 102.3 غدوة التسعة يوم الأربعاء التسعة تبدأوا تسمعوا في الأطروحة هذه اللي باش يشوفوا فما عباد معاه فما مع العباد ضد باش نلقاو كل واحد اللي مع الأطروحة باش يعطي المبرر نتاعو اللي ضد الأطروحة باش يعطي المبرر نتاعو باش تسمعوا آراء الشباب إذا عندك وظيفة شكرا لك على الاستضافة فرحان برشا اللي موجود فرحان برشا اني كنت جزء من حلقة واني جزء من صناع الرأي واني نخدم مع مبادرة مناظرة شباب تونس تبعوا مبادرة مناظرة صفحات متاحة مشاريعها مازالوا برشا المجال مفتوح ليكم تنجموا تشاركوا حاجة وتجربة باش تزيدكم برشا 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 شكرا لك معز بن عمر المشارك في مشروع صناع الرأي في مبادرة مناظرة الغدوة الأربعاء بداية من 9 متاع الليل مشروع وإلا أطروحة مناظرة زعم الهجرة هي الحل لمستقبل أفضل ما نعرفوا إن شاء الله غدوة نسمعوا الإجابات وأنواع الإجابات نشكرك برشا معز نشكر كل حضرات مستمعي ومستمعات راديو أمل ما زلتم تواصل معنا تسمعوا فينا على موجة 102.3 أف أم 9.4 قد تدخل زميلتنا من قسم الأخبار نسمي حمداوي في موجز لأهم الأخبار نمشي نسمعوا ذكرى وأنا راجعين